Yani o ana her isim takıcı, yük hoşluğu yapı, yani simşlar, simşlar kutlayıcı. İlk defa da daha aymi atkızda bir şey arar, korup sorup, mücazada kısar da o ilk vani, muhrutu yukakırım, illa min rahmi rabbi. Yani, ve ileyke hâdel hadif, الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة. يلم تختب شعر الخرام الآداب أو الذوقيات أو شمول ثوم موضوع تختب شعر الرسول الكريم هو سيد البشر والقمة في كل شيء في التعامل مع الزوجة مع الوالدين مع الناس مع الله تدقيق قامي في المجال قدوت وبتنشر كمسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فقد جلست السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تقص عليه قصة 11 امرأة يحدثنا عن أزواجهن وظلت تحدث حتى وصلت إلى قصة الزوج الأخير وآخر الأزواج اسمه أبو ذر كان رقيقا مع زوجته يحبها وتحبه يحترمها وتحترمه يرعاها وترعاه يقدرها وتقدره زلفغر خيقوة داخية شنو دزاكوة يجاس عاشت معه أحلى الأيام داش كيف فسدنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها زلمة متكر زلمة ذكية امرأة ذكية يعني قالوا زلمة شو مشتبر وإنما بالتلميح زلمة يعني في زر طبعا درس ريت شو عارف ما بعرف عن الصلاة والسلام وإنما يعني كدس لي طاني في هيك رفض في آخر داش بنب داش بسلفة يا كدش بيا تزاك مشتبر يا وشنا أبو زرع قصي يعني يتم جدا أكو تزاك مشتبر أم زرع قالت عائشة اكتبات زخم جاهز رشتري في سجر يكشتر ديح يكشتر حتر يكشتر إلى آخره فغنبار قريبا الرابع طبعا تخزي واترا ستة عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع يعني سرس رشتري وقت شتباع ورقاء أبو زرع أم زرع زرشتر فدو يعني وصل أخبا وكس أبا وكس أحيبا وسيج عسبا إلى آخره وفي بعض الروايات أقصد بشارع كرر للأسف يعني بزر يقول أبدا مش من كوش يعني قصرت كحتى بزر بزاور 11 تربو قصد بشارع ما يعفلسك شارع نشر لسبب من الأسباب يفد يزود أعقد زر مشتب فرفز وراء شي نجم غريك إلى آخره وفي بعض الروايات كوش كنت لك كأبي زرع لأم زرع ثوبها أحمر غير أني لا أطلقك بس ببرحة بشيء وسنين بشي موش سنجد بزل فهم يا نحو ببرحة نو يا نحو ببرحة بشنوش أمر يو شاهي ونرى خبابا دبحيا شب نجد وخزستم يا نحو قينا قال تبشن بابا تبشن مرش شب نجد مرش سبب ورقة في لا حول ولا وزادين سجفتو فعز بيتر جمان فدور ربي زقرا الشرع يجيز الطلاق إن الطلاق إن أبغض الحلال عند الله الطلاق جائزة كما جائز بل آخر الطريق آخر دواء الكيز رابع عشو قسم فاية للأسف نبع فدر يعني بد خبر زكاك شيخ زشان نجم شو السبب؟ زعورني أكفر الأسباب دشون إشغب صدق وب بين قصير أو سشاسة يعني متب دي شأني يغرزجني زجني فاكي طوري فاكي تمي سختم شاء تك زد راحني زد أخديني زد زخانني يا فرمش لك زد فرم تقريبا يعني وقت باش يحتب كنتي مش متنق مش مستعد يتنازل يشحي وفتب يغش خطب ساس فرم لم تعشب غير أني لا أطلقك هذا ذوق رفيع في التعامل مع الزوجة سألته مرة اسمع خبرم قيوتشس ابن عائشة فأمام يوتش عليه الصلاة والسلام كيف حبك لي تفديزوس كبابا تفديزوس ميشاس ابن عائشة فأمام يوتش عليه الصلاة والسلام
البرمبارس فرام يعني برمبارة تيجي بقى في الغيب إن عكسك حارورا بصوص سما قوي مشهور يطلع نبدأ بشأنه مثلكو بالعكس سما قوي سوشتر شن داكي كتر شن ناكي يما حقي أكشتر داكو ويب بجنوش أكبر كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة باب مجدك وصفة جنجدك كان القمة في الذوق والأدب والتعامل. كيف حبك لي؟ تفديس سويتشاس تفديس كبابا فقال لها كعقدة الحبيب كعبسة تتعام فدوا كعبسة تتعام فدوا يعني ستبقين تكتب يفديسو كسواد يفديسو سويتشاس يعني قبل لم تكتب. فكانت تسأله من حين لآخر وقت تكتصح مقصر يوم تشتغل كيف العقدة؟ ذات ساعته شد شوجر عبوري تشغل فيقول على حالها استتمت ويبو نغمت ومبعد يعني دعاك بكتو في قطعة ثلاثة وجه كلام بسيط جمل متعددة أوفو يعني شنوز فتشفنا نحو حكشف تي دنايا يعني صفر بشرمي لبشرمي ربوش أبسي بشاء داعك زي ورم طب زي شاعرم هنا خا جهنموس كتر جنت روج يشتاها الضوء والأدب في التعامل ويبقى جنر على لو بصوت شعرم يعني قرنبارا بصير يكون مخنبارا كبير تعامل زي الفغر ويبقى إيش دوء كتري معقولة شكرا مخنبارا مخنبارا كتني صغبارا كتر وزاش حد حالم زي حرم دوء كتر ويطبق إيش كتر ديو كتر على حالتين. فيقول على حالها يعني عقدتها استتمتت رخيارة في الطرق دا يريد أن يطمئنها يقول حتي يشتغل فاي في الآن خلاك بششا خلاك بششا ويفزي يعني كاركو وشحفة بشحفة شكير ويتراكز كوريك شجر بالعكس نحن حميو كريبا فرنبارمين أخوي غافلة زفرمين أخوي غافلة إنا إكوسي نحن حتي يا قدر يحدث أحيانا أن يأتي عليك ضيف صديق من الأصدقاء فحين يدخل البيت يأخذ بالتلفت حوله أين السماعة أين التلفون إيه السلام عليكم وعليكم السلام قام تسكت عزيزي حيث شو تلفون رايك حيث شو تلفون سبشان سكتا يستأذن صاحب البيت طبعا وهو يعلم أن صديقه لم يرفض له طلبا لا غيبة إلا حتى هو ماشي الحال خمس دقائق حسب شاهد التلفون يشتي أفقاسمية وأردنمية وأمريكمية وربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة ساعة شعر زريه كحر وهو شوكتي المضيف يستحي من صديقه ريبورك سكوري بكاش دوش أليس يعني هل هذا من الذوق هل هذا من الأدب؟ وقد قيل قديما ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام وبشو كده رفشكي لا ويبارفشكي عشي معنا بيرازو يباحو ذوق مش شب أدب مش شب وتش اسم يقصر يتباوي بتي والله قلم جميل قلم قدك عشكي طبيب معنا أشبتيا دوبرم يعني قبضها أغلو ولكن ما تفضل مقدمي مبروك عليك كريكي بيت ودرمي إيك قلموك يشفر هاتي براتنا فتكت بكاي وزن ركت يتقلم رب خستك شعر بغاو كتو تصفر شو كتار مشكيك أكرر ليس من الذوق وليس من الأدب الله أعلم يبقى بيتا بيتا ويدت ما يشبعك حدو طريقك ويغط يعني كتو أنا هو يبقى بيتا فدو ولا فرق نفس وطلع عميس تخرج طريق استخوه بك عير خبس وطرق أو إلى آخره ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام طبعا أن ثلاث خير ونص بقى بقى نشر يعني أشفي في عشرة تشكر بغاو كتير فشكة صفر أكرر يبغى شرر رفضت
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أستغفر.